بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله نبي الله الإمام محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. زرتكم نطلع من قبل تابعتكم ونستقبل مع حضراتكم سلسلة الحلقة المتميزة. اليوم هو الدرس الثالث من التعامل مع البرنامج الشهير برنامج مكافحة الفيروسات بايدو أنتي فايروس. اليوم هنتعلم مهارة خاصة وهي كيفية حذف هذا البرنامج من الجهاز الخاص دي، رغم ان انا انصح بعدم حذف امكانياته الرهيبه والمتميزه والمتفرده في نفس الوقت. دايما وابدا بنسعد باراءكم ومشاركاتكم على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب، قناه طارق نجار التعليم على اليوتيوب www.youtube.com/mrtarqnagar، مدونه قناه طارق نجار التعليميه mrtarqnagar www.youtube.com، او منتديات كنوز الطارق www.pharmacy.com/fomtbhb، او قناتنا على tweeter.com/mrtarqnagar. تعليمينا تقليل كوز. أول خطوة لحذف هذا البرنامج من جهاز الكمبيوتر، هذا البرنامج حسب على طول في شريط المهام التاسك بار أسفله كده، هلاقي البرنامج موجود بالفعل أهو. هذا هو البرنامج، لما أقف عليه أضغط كليك يمين عليه هتظهر قائمة. من القائمة بيقول لك إنك أنت لو عايز تفتح البرنامج أهو أوبن بايدو أنت فايروس، لو عايز تعمل إسكان سريع، لو عايز تعمل حماية وأعطاه شروط معينة. هذه الحماية لمدة 15 دقيقة، انك توقفها لمدة 15 دقيقة او ساعة، يبقى دي عملية ايقاف مؤقت بالنسبة للحماية. لو عايز عملية التشغيل الصامت بالنسبة له اون او اوف، انا اللي يهمني في هذه الجزئية انك تختار سيتنج. هنختار سيتنج فتظهر هذه النافذة. من خلال هذه النافذة هتقوم باللي هي جنرال، هتقوم بإلغاء التنشيط الخاص برام بايدو وبالجوين بايدو، تلغي التنشيط الخاص بالثلاث خصائص دول، ثم تضغط على اوكي للخاصيه الاولانيه، ثم بعد ذلك تقوم باغلاقه. كده خلاص احنا الاغلاق ما اصبحش موجود عندنا اثناء فتره التحميل، المفترض كده تم الغائه. بعد ذلك بتقوم بعمل ريستارت للجهاز اهوت، هتختار من هنا اهوت زي ما احنا شايفين، تختار ريستارت. بعد اغلاق الجهاز واعاده تشغيله، الخطوه اللي بعديها تذهب لقائمه انت او قائمه هوم، ثم من الكنترول بانل لوحه التحكم، ثم نختار بروجرامز اند فيتشرز اللي هي البرامج والمزايا، ثم تقوم بفحص او بالبحث عن هذا البرنامج وننتظر. عادي بايدو انتي فايروس، ثم نضغط على انستول تشينج، ثم نضغط على انستول تشينج على هذا النحو. عند التعامل معه والغائه هتظهر لنا رساله تحذيريه. طيب بدايه ظهرت هذه النافذه، من هذه النافذه انت عايز تعمل ايه؟ انت عايز تعمل حذف، يبقى هتختار انستول بايدو انتي فايروس. هنختار انستول بايدو انتي فايروس اهوت مع بعض، تظهر النافذه ناحيه اليمين، هتقول له ريموف بروتكشن، يعني الغي هذه الحمايه. اثناء عمليه الحذف سوف يخبرك ان جهازك ليس عليه برامج حمايه، وده ممكن يضر بجهاز الكمبيوتر وبصفحات الانترنت. يبقى كده احنا اتعلمنا مع بعض هذه الخطوات البسيطه، رغم ان انا انصح بعدم الغائه، لكن هذه احد المهارات الخاصه كيفيه الالغاء. اتمنى اكون وفقت في شرح هذه المهاره الخاصه، وهي ثالث درس بالنسبه لبايدو انتي فايروس 2015، وهذه الدروس سوف تجدونها اسفل كل فيديو من الدروس الثلاثه. اسفل هذا الفيديو سوف تجدون لينك لكيفيه تحميل برنامج بايدو انتي فايروس 2015. هذا الدرس الاول. الدرس الثاني هو شرح كيفيه الاستفاده من امكانيات هذا البرنامج، بينما الدرس الثالث هو حذف هذا البرنامج من جهاز الكمبيوتر. دايما وابدا بنسعد باراءكم ومشاركاتكم على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب، قناه طارق نجار التعليميه على اليوتيوب www.youtube.com/mrtarqnagar، او من عنوان قناه طارق نجار التعليميه mrtarqnagar.com، او من تداول كنوز الطارق www.pharmacy.com/fomtbhb، او قناتنا على تويتر tweeter.com/mrtarqnagar. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.